السلام عليكم طلاب، أهلا وسهلا بكم بهذا المختبر لمادة الصيدلة التكنولوجية، واللي إن شاء الله راح يكون عن الباودرز. أول شي راح نجي باودر كتعريف، هو mixture of drugs and chemicals prepared in the dry form. dry powder form العفو. they may be used internally or externally in different dosage form such as effervescent salts, capsule, testing powder and powders used to make solution, suspension or soap. يعني هي انه ال dry powder of the drug اللي هو active constituent عندنا او other chemicals اللي هي تشمل الاكسيبيانت كلها may be used internally or externally، يعني استعمال مالتها خارجي او داخلي، و different dosage form موجودة عندنا ان شاء الله راح نجي عليها بالشرح. examples للباودر اللي موجودة بالصيدلية مثل الاسبيجيك باودر اللي هو الاسبرين بجرعات مختلفة، عندنا ابو الالف، ابو 500، 250 وابو 100. عندنا ايضا الفولفاست اللي هو الفولتارين، عندنا اليوريكول اللي هو نستعمله هو مجموعة املاح يستعملوها بحالة اليو تي اي التهاب المجاري، والموفيكول اللي هو ك الكونستيبيشن نستعمله. يعني كلهن باودرات جاهزات بالصيدلية تكون كمثال عن الديفايدد باودرز، يعني تجي هي بأكياس جاهزة للحل، تنحل بنص جلاس مي ويتناولها البيشنت. وممكن أيضا يسموها البيشنت بلغتهم العامية العفو أنه هي يسموها الأبرة الشرب أو الأبرة الحل، أبرة النشل الحل هي يقصدون بها هاي مال أسبيجيك أو الفولت فاس أيضا يستخدموه، أو ممكن بنادول كولد أند فلو الفوارات. الأدفانتجز مال باودر هي أول شيء improve the stability of drugs such as antibiotics، ثانيا easily taken by children or infant، ثالثا convenient for dispensing drugs with large doses، والرابعة oral powder capsules have a faster dissolution rate than tablets and capsules، وخامسا هي economically تكون أحسن لأنه don't need a solvent. أما لل disadvantages إنه هي not suitable for administration of unpleasant taste drugs، لأنه أنا بصورة بسيطة ما أقدر أسوي covering لل bad taste أو unpleasant taste لقسم الدراجز. ثاني شيء unsuitable for drugs that deteriorate by oxygen or atmosphere، اللي هي تكون بصورة يعني نسميها بمصطلح آخر هي hygroscopic، ما أقدر أطيها بهالطريقة. ثالثا it's not suitable for administration for potent drugs، يعني اللي تكون therapeutic index مالتها narrow أسميها، يعني تكون كلش potent ما أقدر أطيها بهالطريقة. unsuitable for administration of drugs inactivated in the stomach. هسه نجي للميثود of preparation بالمختبر. أول شيء trituration اللي هي باستعمال المورتر والبصل، ميكس باودر باي الجيومتريكال ديليوشن واللي راح نشرحها أيضا يعني هسه. ثاني شيء هي السباتشوليشن باستخدام السباتشولا والسلاب أو شيت أور أوف بيبر عفو. هاي الميثود نستخدمها لو كانت عندنا سمول كوانتيتي والباودر فاين باودر، يعني سمول بارتيكل سايز، بينما التراتوريشن استخدمها اذا كانت عندي كريستالين باودرز، يعني شويه البارتيكل سايز مالتها تكون اكبر، لانه اصلا تراتوريشن بالمورتر والبصل يعني صغر لنا السايز، بالاضافه الى انه هي احد طرق الميكسينج العفو. ايضا طريقة ثالثة للميكسينج الباودرز هي السيفينج باستخدام السيف، او اسميها اسم اخر هي السيفتينج. نحط الباودر بالسيف and repeat sieving 2-3 times until getting a homogeneous mixture of powder. هسه method of dispensing powder، يعني شلون انطي لل patient، اما بطريقة يعني بيكون bulk powder، يعني commonly used for non-potent drugs. bulk powder placed in big container or box and use spoonful for dividing doses، مثل الانتا اسيد او الاينول اللي موجود بالصيدليات، واذا شايفين يعني يكون الباودر الدراج هو كله بعلبة وحدة، والبيشنت ياخذ منه بالسبون فول ويحله بجلاس المي ويتناوله.
الطريقة الثانية تكون طريقة اسمها divided powder اللي استخدمها للبوتنت دراجز، يعني اني مجهزة البيشنت بالجرعات مالته باكياس مفصولة مثل الفولت فاست والاسبيجيك. ثالث طريقة هي الهاستينج باودر اللي هي تكون intended for external use or local use which should be dispensed with a colored label indicating external use or local use to distinguish from oral powders. ومثالها الميكونازول، يعني هذا الباودر راح يكون externally، فأني من أنطي للبيشنت لازم أكتب على الليبل ماتي أكتب هالشي إنه هذا for external use حتى أميزه إنه لا باودر عباله إنه راح يحله ويشربه، لا يابا هذا external use. ورابع طريقة هي الانسفليشن، use for medicated powder which are blown into regions such as ear and nose using insufflator مثل الصوديوم كروموغلكيت اللي هو نستخدمه بحالات التحسس. هاي مثال مثل ما قلنا عندكم الإينو باودر اللي هو أنت أسد يجي بعلبة وياخذون منه بالسبونفول، والدستينج باودر اللي هو الميكونازول قلنا راح يجي بهاي العلبة انه هو جاهز للإكسترنال يوز يرشه البيشنت على المكان اللي يريده. هسه نجي ميثود اوف ديفايدينج باودر، او ثلاث طرق عندنا، طريقة الوينج ميثود وبلوك اند ديفايد ميثود وميكانيكال باور ديفايدر. الميكانيكال باودر ديفايدر العفو هذا استخدمه باللارج سكيل، يعني هي تكون يعني بطريقة يعني اجهزة خاصة لهذا الشيء. بالمختبر ادي اقدر استخدم طريقة الوينج ميثود او بلوك اند ديفايد ميثود اللي هي اسمها الاخر هي الاستيميشن ميثود. الاستيميشن ميثود استخدمها للنان بوتنت دراج لان هي نان اكيوريت، مو مثل يعني مو كلش اكيوريت مثل الوينج ميثود اللي انا راح اخذ الباودر واقسمه الاوزان اللي انا اريدها بالميزان اوزنها بطريقه مضبوطه يلا اسويها باكجينج. فهي طريقه الوينج ميثود اعتبرها مور اكيوريت دان الاستيميشن ميثود. هسه مثل ما قلنا الميكسينج اوف باودر بطريقه الجيومتريكال ديليوشن اللي هي استخدمها اذا كانت عندي مورتر وبسل واسوي لهم mixing and reducing the particle size، فهاي الطريقة اسملها geometrical dilution. شلون راح تتم هاي الطريقة؟ اول شي اخذ the smallest amount or او يعني the weight smallest amount او weight the most potent ingredient عندي بالوصفة، اسوي له trituration وراها اجي اضيف amount مساوية للوزن اللي موجود عندي اصلا بالمورتر بالمورتر اللي هي يعني اخذ اماونت من الديلوانت مساوي الوزن البوتنت دراج اللي انا حطيته اول شيء، واسوي لهم تراتوريشن. ورا ما صار تراتوريشن كافي ارجع اضيف كميه من الديلوانت او ايش عندي انا بعد اكسبيانت اكو بالوصفه ما ضايفتها مساويه الكميه اللي هسه بالمورتر موجوده، واهم اسوي لهم ميكسينج واستمر بهاي الطريقة إلى أن تخلص عندي كل كمية الديليوانت أو الإكسيبيانت بالوصفة. هسا الجنرال بروسيجر للميكسينج ودسبنسينج مال الباودر، أنا شلون تجيني وصفة بها باودر شلون أتعامل وياها بصورة عامة. هاي الطريقة أحسب باكيت إضافي للرقم الباكيتات اللي هو مطلوب عنده، مثلا طالب من عندي تحضير 6 باكيتات أنا أحسب باكيت إضافي فأحضر 7، طالب من عندي 10 أحضر 11، طالب من عندي 20 أحضر 21 وهكذا. والبارتيكل سايز أوف باودر شود بي ريديوست، مثل ما قلنا أنا عندي المورتر والبصل أصغر بيهم البارتيكل سايز عن طريق تراتوريشن. ثالثا ديلوت انجريدينت إذا أحتاج ديليوشن وهم راح نجي نشرحها هسه. بعدين ديسبنس النمبر اوف باودر اللي هو مطلوب بالوصفة باي weighing اور استيميشن ميثود. ونفس ال يعني كل الباكيتات لازم اتأكد انه هي بنفس الوزن ونفس السايز ونفس اللون ونفس الليبل اكتبه على كل باكيت.
باكيتات وأقدمهم للبيشنت وأعلمه على طريقة أخذهم. ثاني جي رابينج أوف باودر وشون نسوي باكيت. أول شيء لازم راح ينزل لكم فيديو عن طريقة شون نسوي الباكيت، مسوي تلكتور رفق، لازم تشوفوه حتى تتعلمون بالمختبر شلون راح تشتغلوا. بينما هسه مجرد راح ناخذه بصورة نظرية. أول شيء حنتكلم عنه هو وزن الباكيت. أقل وزن للباكيت هو 2 جرين، اللي يساوي لي 130 من الغرام أو 0.13 غرام. إذا كانت أوزان المادة الفعالة اللي عندنا والإكسيبينت، يعني وزن الباودر ككل، وزن الوصفة، وزن الدوز الوحدة ككل، هو أقل من وزن الباكيت، يعني أقل من 130 من الغرام، فأني لازم أسوي ديليوشن. شنو هو الديليوشن؟ يعني أستخدم مادة ثانية أزيد بها الوزن إلى أن أوصل للوزن المطلوب. الديليوشن يعني العفو الديليوانت أو المادة اللي أسوي بها ديليوشن هنا غالبا حتكون شوغر، وغالبا نستخدم اللاكتوز لأن هو كالرلس أودرلس سوليوبل، فبالتالي حيكون هارملس. الجرين مثل ما تعرفون هو يعني وحدة قياس، تساوي لي 0.064 غرام أو 64 ملي غرام. شو كنت أستخدم الديليوشن؟ مثل ما قلنا إذا وزن الباكيت كان أقل من 2 جرين أو 130 ملي غرام، وإذا كانت وزن الأكتيف إنجريدينت ورا ما أقسمها ورا ما أضربها بعدد الباكيتات المطلوبة هو أقل من 1 جرين، وإذا ما كانت هاي الشرطين أو أحد هذه الشروط موجودة فما أحتاج ديليوشن. وبالنسبة للدبل ديليوشن أيضا هاي شروطة موضحة أمامكم، بس إحنا ما راح نستخدمه، غالبا إحنا راح نستخدم فقط الديليوشن العادي. هسه نجي للوصفات. أول شيء عندنا وصفة الفيناستين ساتشيت. الفيناستين هو حنحتاج من عدة 4 جرين، والكافيين حنحتاج 1 جرين. المطلوب من عندنا تحصيل عدد الباكيتات هي 10، والسيجنتشر 1 باكيت أو إن. كالكوليشنز مثل ما قلنا نطلع أول شيء عدد الباكيتات، هو طالب من عندي 10 باكيتات، أنا راح أحضر إكسترا باكيت فحيصيرن 11، وراها أضرب الوزن مال كل مادة من مواد الوصفة بعدد الباكيتات. فهنا 11 باكيت في 4 جرين حيطلع لي 44 جرين، أحوله للمليغرام حيطلع 2851، وأحوله للغرام أقسمه على 1000 حيطلع 2.8 غرام. بالنسبة للكافيين حيطلع 11 جرين، أحوله للمليغرام حيطلع 712، وللغرامات حيطلع 0.7. أجمع يعني الوزن مال الأكتيف إنجريدينت اللي أدي بهاي الوصفة بعد ما ضربتهم حيطلع لي 3 غرام 0.5، فأقارنها ويا الأقل وزن يعني ممكن للباكيت اللي هو 2 جرين، حيطلع لي إنه هذا الوزن أعلى من 2 جرين، فبالتالي أني ما أحتاج ديليوشن. ولازم أعرف وزن السنجل باكيت اللي أني لازم أحضره، حقسم الكل الوزن الكلي اللي طلع لي على عدد الباكيتات اللي المفروض أسويهم اللي هن 11 باكيت، والوزن الكلي اللي هو 3.5 غرام، حقسم هذا الوزن على عدد الباكيتات، حيطلع لي وزن الباكيت الواحد اللي المطلوب أحضره اللي هو 0.323 غرام. وش راح أنطي البيشنت؟ أنطي 10 غرام فقط الباكيتات اللي مطلوبة من عدي تحضيرها، ما أعطي اللي أنا كلهن حضرتهن، أنا أحضر زيادة حتى خاف يصير عدي خلل بالوزن، يصير عدي فقدان أو لوس في مرحلة ما، أنا لازم أحسب حسابي زايد مو ناقص. هسه حنجي للبروسيجر. مثل ما قلنا أستخدم طريقة الجيومتريكال ديليوشن اللي هي أبدي بأقل وزن موجود عندي بالوصفة اللي هنا موجود هو الكافيين، وزنه أقل من الفيناستين فبالتالي حبلش بيه، أضيف 0.7 غرام من الكافيين، أسوي له ساتوريشن يوزنج مورتر أند بيسل، then add the same amount اللي هي 0.7 غرام من الفيناستين للمورتر، وهم أسوي لها ميكسينج ويل
وأكمل saturation geometrically according to the weight until all quantity is mixed together، يعني أبقى أضيف كميات متساوية إلى أن الكمية عندي مع الفينستين تخلص، وأسوي لها mixing كلها. حاجي أسوي 11 باكيت مثل ما قلنا بالبيبر unfolding اللي راح تشوفوها بالفيديو إن شاء الله، وأقسمهم، أقسم المكستر على 11 باكيت مثل ما قلنا، تقسموا الوزن الكلي على 11 حيطلع لنا 0.3 غرام كل باكيت، حتحطون 0.3 غرام كل باكيت حضرتوه وتسووا له ليبل، وتنطون للبيشنت 10 باكيتات فقط مو 11. اليوزز مال فينستين هو non narcotic analgesic and antibiotic، it's used for mild to moderate pain associated with musculoskeletal system، والكافيين هو CNS stimulant. هسه نجي الوصفة الثانية اللي هي كودايين فوسفيت ساتشيت. كودايين فوسفيت 1/6 ملغرين، والعدد الباودرز عدد الباكيتات المطلوب تحضيرها هو 12 باكيت، والسيجنتشر هو 1 باكيت PRN. هسه اليوزز مال كوداين طناكم من البدايه هو اوبيود انالجيسيك اند انتيتوزيف، يعني نستخدمه للدراي كاف. كالكوليشن مالتنا طلعنا وزن يعني حولنا الوزن للمليغرام اللي هو حيطلع لي تقريبا 10.8 مليغرام. هسه راح نجي نشوف انه احنا نحتاج ديليوشن او ما نحتاج. راح نضرب وزن الوصفة في عدد الباكيتات المطلوب تحضيرها، 1/6 جرين في 12 باكيت حيطلع لي 2 جرين، في الحالة راح أعرف إنه أني أحتاج ديليوشن. بس من أوكي احتاجت ديليوشن، إيش قد أضيف ديليوانت اللي هو اللاكتوز؟ شلون أعرف؟ راح أضرب اللوست باكيت ويت اللي هو 2 جرين في عدد الباكيتات المطلوب تحضيرها اللي هنا 12 باكيت، حيطلع لي 24 جرين. هذا الوزن الكلي اللي يشمل يعني وزن الباكيتات ال 12 كلهن، هن يعني المادة الفعالة والديليوانت. فأني لو وزن المادة الفعالة أجي عرفتها طلعتها 2 جرين، والديليوانت والكلي طلع لي 24 جرين، فش قد الديليوانت بهالحالة؟ راح أنقص الكلي من المادة اللي عفوا راح أنقص وزن المادة الفعالة من الوزن الكلي، حيطلع لي وزن الديليوانت اللي هي 24 جرين الوزن الكلي ناقص وزن المادة الفعالة اللي هو 2 جرين اللي هي وزن الكوداين بهاي الوصفة مال 12 باكيت كلهن، حيطلع لي 22 جرين هاي لاكتوز أني أحتاجها، فأحولها للمليغرام وللغرام، حيطلع لي تقريبا 1.4 غرام من اللاكتوز أنا راح أحتاجه للديليوشن. البروسيجر راح أوزن الكوداين 0.13 غرام، وأسوي له تراتشوريشن بالمورتر، وأضيف اللاكتوز مثل ما قلنا بطريقة الجيومتريكال ديليوشن، يعني كمية مساوية للوزن اللي موجود هسه بالمورتر اللي هو 0.13 غرام. أضيف لاكتوز بالبداية وأسوي له تراتشوريشن، وبعدين أضيف الكمية الموجودة يعني كمية إضافية من اللاكتوز أيضا مساوية للكمية الموجودة هسه اللي تقريبا يعني 0.13 مرتين يعني 0.26، وهكذا إلى أن تخلص كل كميات اللاكتوز اللي المفروض أني أضيفها اللي هي 1.4 غرام. أقسم يعني أقسم هذا الباودر اللي حضرته كله باودر ميكستشر أقسمه على 12 باكيت، ويعني طريقة التوزين أوزنه، يعني كل باكيت حيحتوي لي 1555 ملغرام تقريبا، وأنطي للبيشنت 11 باكيت مو 12 مثل ما قلنا، ويعني كلهم لازم أحط لهم ليبل وأعلم البيشنت شلون يأخذهم. هسه وصفة عندكم عليكم هومورك هي وصفة الفينوباربيتال. فينوباربيتال 5 ملغرام، والكافيين 100 ملغرام. باكيتات عددها المطلوب تحضير عندكم تحضير 5 باكيت، والسيجنتشر 1 باكيت او ان. ومعطيكم ملاحظة انه available tablet of فينوباربيتال هي 15 ملغرام، فلازم يعني في الحسابات تطلعوا ليش كم تابلت راح تحتاجون للتحضير. واذا اي سؤال او استفسار عندكم يا ريت ما تترددون وتسألونه، وإن شاء الله سهلة تكون سهلة عليكم وبداية موفقة إن شاء الله. شكرا جزيلا.